ألو صحة 151. حقيقة أنتم ما قصرتوا أمس، الدكاترة اللي جايبينهم والله على الهواء كذي مباشرة يعرفون من بصمة الصوت. أمس ما قصر الدكتور هذا ليزر عن بعد، إي نخية بخشمي طشرها. دكتور أنا تعبان مو قادر أنام الحين، إي بالع شوكة توني ماكل سمكة شوكة وأكفر بلعومي، شو أسوي؟ إي صوتي محشر مو ليه. آكل أبلع بيديانة؟ شلون أبلع هذه؟ وازلين؟ أحط وازلين؟ دقوس بطل؟ زين عطونا طبية على الأقل طبية. شوف فورا فورا طبية، راحة يومين دكتور بتحميله ما قصرتوا مشكورين.